اقدر اعبر عن رايي في الكلام كده زي ما حضرتك تقدر بقلمك يعني، لكن اقدر اختار اللي انا عايزه بالجرم. فكره انه الناس هتعرف ازاي تختار، مساله طبعا اتلعبت في السنه والثلاث شهور دول على الناس بشكل ممنهج ومنظم جدا جدا وعبقري، مخطط صح جدا انه يخلوا الناس فجاه كل الولاد اللي عملوا الثوره ويخلوهم يبقى ما فيش قدامهم غير اللي بيطلعوا لهم في التلفزيون او الرجوله القديمه المعروفه. كمان في 30 سنه فاتت مخليه الناس اولا انت لو تعرف ان نسبه الاميه في الثمانينات كانت 20% ووصلنا دلوقتي ل 40%. نسبه الفقر فوق ال 70% دلوقتي. فالفقر والجهل بيخلي الناس ما عندهمش حسن اختيار، او وده هم معذورين فيه طبعا مش هيقدروا يقرروا يختاروا مين. كتير وانت ماشي في الشارع وتسمع من الناس تلاقيهم شايفين ان عمر سليمان احمد شفيق دول اللي في ايديهم الحل، لان واحد هيقول لك انه الشعب ده عايز اللي يحكمه بايد من حديد. نفس الجمله اللي كررها عمر سليمان بطريقه ثانيه، ان الشعب ده مش متعود على الديمقراطيه. ده من جهله، اللي بيقول كده من جهله سواء هو او عمر سليمان. يعني الثاني هيقول لك طب احنا نختار من الاخوان اللي دول هيعرفوا يعني بيعرفوا ربنا يعني هيراعوا ربنا فينا او يعني هياخدوا بالهم من الصح والغلط والحلال والحرام. هم طبعا مش دريانين انه لو حد فيهم فاهم انه تاريخ ال 17 خليفه الاموي و37 او 36 خليفه عباسي معظمهم الابن كان بيقتل ابوه والاخ بيقتل اخوه عشان الحكم عشان الكرسي. الدين اول ما يدخل في السياسه بيبقى سوري بيخلي الدين في حته مش كويسه، وما يصحش الدين يتلوث بقذارات او بالظبط. السياسه فعلا تجاسه زي ما بيقولوا يعني بالبلد الناس باللفظ، لكنه لفظ يعني معروف بيتقال كتير. فكره الناس تختار ازاي؟ انا رايي انه الاحسن ان الناس تستنى للحظات الاخيره هتتكشف حاجات كتير، لان توقعي انا الشخصي ان في رئيس جمهوريه تفصيل زي ما تفصلت كل الاشياء اللي فاتت في السنه وثلاث شهور دول. على راي علاء الاصوات في المقال اللي كتبه من يومين، الحدوته بتاعت اليهودي المتدين اللي راح للحكام قال له انا ومراتي واربع اولاد عايشين في اوضه واحده والعيشه صعبه، ادعي ربنا انه يعني يفك علينا لاننا خلاص مش قادرين مهزومين جدا. فاداله تنزيل وقال له خد ربي معاك. قال له انا مش قادر اربي اللي عندي بقول لحضرتك. قال له لا امتحان من ربنا. خد الخنزير وبعد يومين رجع للحكام قال له الخنزير عامل في كل البيت ريحه وحشه وتنزل. مش بيختار الاماكن اللي بيعمل فيها التواليت بتاعه. هو شغال في البيت ومكسر الدنيا ومزهقه، ريحه البيت بقت وحشه، الخنقه بقت اكتر، البيت بيتكسر وبيتاكل منه حاجات، كل شويه يروح له يعيط له انا الدنيا بتصعب، كل شويه شكايات حرام انا مراتي هتسيب البيت ولازم يعيطوا، وبدا يعيط لغايه ما كذا مره كذا مره لغايه ما الحكام قال له خلاص هات التنزيل. فلما رجع له التنزيل رجع له بعد يومين قال له انا متشكر جدا انه احنا دلوقتي عايشين في منتهى السعاده. هو نفس الحاله اللي كان عايشها قبل الخنزير دلوقتي بقت بالنسبه له هي الجنه، لانه دوقه الاول قذاره الخنزير ودي العيشه اكتر. فهم عرفوا يعملوا فينا كده ان احنا نرجع تاني نقول فين ولا يوم من ايام. Happy birthday to you. Sana hayo.
يلا يا حالم مهلا مهلا حي يا قرب الخط. يا قلبي يا قلبي لا تحرق العيال.